سيزون 4 شابتر 2 نزل معه اماكن اكس بي جديدة مثل السيزونات الماضية ومثل كل المواسم الماضية بالشابتر 2. في عنا اكس بي ازرق، في عنا اكس بي اخضر، في عنا اكس بي باربل. بهذا الفيديو ان شاء الله رح اقلك عن جميع الاماكن وعن كل شيء عن اكس بي الجديد بالنسبة لسيزون 4 شابتر 2. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. قبل ما احكي عن اماكن اكس بي سيزون 4 شابتر 2، بتمنى اذا انت اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه لايك سبسكرايب القصص الحلوه، كود دعم بالاتم شو بنيمه سلا، وحابب تدعمني وعجبك المحتوى وبدي رايك بالتعليقات بالنسبه لهذا السيزون، هل هو حلو ولا مو حلو، شو رايك بهذا السيزون. يا شباب بالنسبه لسيزون 4 شابتر 2 نزل معنا اماكن اكس بي جديده اللي هي اللون الاخضر والازرق والباربل. حاليا انا ما معي صوره للماب للاماكن تقريبا كلياتهم، ولكن انا رح اتركك هلا مع فيديو صغير بورجيك جميع اماكن الاكس بي. الاكس بي يا شباب مهم جدا لحتى تلفل، في بعض الاشياء اللي هي بتحتاج للتلفيل لحتى تفتحها مثل ستايلات تانية، فلازم انت تجمع الاكس بي لو انت لعبك قليل وما بتقدر تلفل من عن طريق الجيم او اللعبه او الجيم بلاي يعني بشكل عام، عليك انك انت تجمع اماكن الاكس بي كلياتها. انا طبعا رح اتركك هلا مع مقطع صغير بورجيك جميع اماكن الاكس بي للسيزون 4 شابتر 2. المقطع بسيط جدا وقليل اللي هو بس عن الاماكن، ما حيكون اكتر من هيك. وبالنسبة للجيف اوي اللي حيكون على البطل بس ان شاء الله رح اعمله لكن خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، اللي هو اللي حيكون لسحب 3 اشخاص او 4 اشخاص البطل بس للسيزون 4. مثل ما تعودنا بكل سيزون انا بعمل جيف اوي، ان شاء الله الجيف اوي هذا اللي حيكون موجود ولكن مو هلا بعد كم يوم ان شاء الله. فشكرا لك اذا حتكمل المقطع بالاخر، كود دعم بلاتم شو بنيمو تسلا، وحاب تدعمني فيه طبعا ليكو امامك موجود، ويلا مع بعض.